بسم الله الرحمن الرحيم. محدثكم الدكتور المدرس عبد الحسين علوان الدرويش، مدرس مادة تاريخ الصحافة العراقية للمرحلة الأولى الدراسات الصباحية والمسائية. مادة تاريخ الصحافة العراقية تم تأليف الكتاب وفق مشروع تطوير وتحديث الموارد المعرفية لمناهج أقسام وكليات الإعلام في الجامعات العراقية لسنة 2015-2016، والذي أصدرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دائرة البحث والتطوير. وقد جاء في مقدمة الكتاب شهادة وتقييم من قبل الأستاذ الدكتور حسين علي محفوظ بخط يده الكريمة. وفي هذه الصفحات من الكتاب لا نستطيع أن نقدم بحثا شاملا عن تاريخ الصحافة العراقية، فذلك يتطلب منا عدة مجلدات، لكن هي محاولة نعطي من خلالها فكرة سريعة وواضحة عن نشأة الصحافة العراقية وتطورها، حيث امتازت الصحافة العراقية بميزة سبقت الصحافة العربية في بدء نشوئها وتطورها. تلك هي سرعة انتشارها في أنحاء العراق وتعدد الامتيازات في أكثر من مدينة، خاصة بعد إعلان الدستور العثماني سنة 1908، حتى بلغت في بداية الثلاثينات من القرن المنصرم المئات من الصحف اليومية والأسبوعية والمجلات الشهرية والسياسية والأدبية في بغداد والموصل وكركوك والنجف الأشرف والبصرة، بينما صدرت في الدول العربية بعض الصحف السياسية والأدبية في عواصمها فقط. كما تعتبر الصحافة العراقية من أغنى المصادر التاريخية والفكرية والوطنية، لا في الوطن العربي فحسب، بل في كل العالم. يدخل التاريخ والصحافة في دائرة العلوم الاجتماعية، لكن التاريخ هو في الحقيقة أقرب إلى الصحافة، فكلاهما يدون قصة البشرية، وكلاهما يسجل الأحداث والكوارث الإنسانية والطبيعية، وكلاهما يتناول الظواهر الاجتماعية والأعمال الفردية المؤثرة في حياة الجماعة بالدراسة والنقد والتحليل. وبهذا فالمؤرخ يعمل في دائرة الماضي، بينما يعمل الصحفي في دائرة الحاضر والمستقبل. تناول الفصل الأول مفهوم الصحافة، ثم بعد ذلك الكتابة والتطور الحضاري في العراق القديم. والموضوع الثاني تناول الجريدة، ثم خصائص الصحافة، ثم المهمات الرئيسة للصحافة، نشأة الصحافة وتطورها في العصور القديمة، ظهور الطباعة، الطباعة والثورة الصحفية، مدخل إلى نشأة الصحافة وتطورها في العالم، نشأة الصحافة الجماهيرية، الصحف التجارية والصفراء، نشأة الصحافة الحديثة وتطورها في الوطن العربي، أهم الصحف العربية. أما الفصل الثاني فقد تناول نشأة الصحافة وتطورها في العراق،
جريدة الزوراء، جريدة الموصل، جريدة البصرة، صحافة ثورة العشرين، نشأة صحافة الأحزاب، صحافة طبعا تقويم صحافة ثورة العشرين، صحافة الأحزاب العراقية العلنية 1922-1930، صحافة الأحزاب العراقية العلنية 1930-1935، صحافة الأحزاب العراقية العلنية 1946-1950، الصحافة السرية للأحزاب وتعريف الصحافة السرية، الصحافة المتخصصة في العراق وتشمل الصحافة الأدبية والصحافة النسوية وصحافة الأطفال وصحافة السخرية والفكاهة، ثم صحافة الأقليات الدينية والقومية في العراق وتشمل الصحافة الكردية، الصحافة اليهودية، الصحافة المسيحية، ثم الصحافة المعاصرة، وبعد ذلك تاريخ الصحافة النجفية، ثم تناولت في الفصل الأخير رواد الصحافة العراقية. بهذا نكون قد أتممنا مفردات الفصل الأول والفصل الثاني.